لمزيد من خالد القاضي أستاذ البيولوجي والبيئة بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتور خالد. في البداية، كيف تابعت مخرجات الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27؟ والله أنا شايف أنه يعني على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، نعم، يعتبر فعلا زي ما قلنا أنه المؤتمر مناخ ده نقطة تحول حقيقية على مستوى مصر في التاريخ المعاصر. نعم. وحجم الإنجازات التي تم في خلال هذا المؤتمر من جلسات على أعلى مستوى ونقاشات على أعلى مستوى ثم مشاركات على الأرض، نعم، سواء ما بين الدول والحكوماتها أو سواء الدول وبعضها البعض إقليميا أو دوليا، شيء عظيم ومنتهى، يعني يفخر به كل مصري عاقل، لأنه إحنا في مرحلة زي ما قلنا مرحلة نكون أو لا نكون، ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم. نعم. الكل كان على مستوى المسؤولية، حقيقة أن بعض الدول متحفظة، في بعض الدول لها حسابات أخرى، لكن المضمون الكلي أن الكل متفق على أنه لا بد أن الوقوف وقفة لرجل واحد أمام هذه التغيرات المناخية حيث لا تزيد عن الدرجة أو النص. نعم دكتور خالد، يعني ربما تعثرت المفاوضات طارة وتمت المناقشات طارة أخرى، لكن نبقى أمام حقيقة واضحة لا هروب أو مفر منها، وهي نجاح هذه القمة وتحولها من قمة التعهدات إلى قمة التنفيذ. هل تتفق معي في ذلك؟ وبرأيك ما أهم البنود التي خرجت من هذا البيان الختامي؟ أتفق كليا، ويجب أن كما تحدثنا سابقا أن الغرض الإلزام والالتزام. إلزام القوانين كثيرة، ولكن أهم من ذلك الالتزام. الالتزام النهاردة رؤساء الدول أهم شعوبها. النهاردة لما تم تعريض، وده حقيقي، تم تعريض ما مقولة أن هذا التلوث لا يؤثر، لا، فقط ما تم في هذا المؤتمر وطرح التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية على كل المستويات. النهاردة كل الدول، أنا بقول حتى لو حدث تعثر من بعض الدول وتحفظ مع الدول، لكن الغالبية العظمى الكل متفق على انه لا بد من وقفه واحده، وده تم بالفعل. نعم. والاهم من ذلك تم طرح قضايا لم تكن مطروحه من قبل، يعني على سبيل المثال عمليه التخفيف والتكيف، التخفيف والتحول من استخدام الوقود الاحفوري اللي هو اهم واخطر مسبب للتغيرات المناخيه الى استخدام الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر اصبح هو حديث هذا المؤتمر، والنهارده كل الدول سواء على مستوى المحلي او المستوى الاقليمي، المستوى الاقليمي او الدولي، النهارده بتشارك في هذا اهم تحول بيتم على الارض من استخدام الوقود الاحفوري الى الوقود الاخضر الى الهيدروجين الاخضر. نعم. من بين ايضا مخرجات يعني البيان الختامي اقرار صندوق لتمويل الاضرار المناخيه. هذا الصندوق يكرس لتمويل الاضرار المناخيه اللاحقه بالدول الضعيفه جدا. يعني القرار ايضا شدد على الحاجه الفوريه لموارد ماليه جديده واضافيه مناسبه لمساعده الدول الناميه الاكثر ضعفا، يعني ازاء التداعيات الاقتصاديه وغير الاقتصاديه للتغير المناخي، سواء من يعني بين هذه الوسائل التمويل، يعني كافة الوسائل الممكنة الحديثة المبتكرة للتصدي لهذه الأزمة وهذه الأضرار التي تلحق بهذه الدول. ربما يعني هذا هو إضافة جديدة في هذه النسخة تحديدا من مؤتمرات المناخ على مدار 27 عام، لكن كيف يمكن أن تضع أطر وآليات يعني تلزم هذه الدول بمساعدة الدول الأكثر تضررا، وتحديدا وكما يعلم الجميع هي دول لا تساهم في انبعاثات كربونية بالمرة أو غازات احتباسية، يعني أو نسبة ضئيلة جدا؟ أعتقد أنه هذه المرة في اختلاف كلي ما حدث في كوب 27 عن كوب 26، وده لا بد أن يعني نقر على أن هذه الحنكة الكبيرة لسيادة الوزير سامح شكري في إدارة، نعم، الجلسات الأخيرة، الجلسة الأخيرة والخروج أيضا بتوصيات، هذه التوصيات سوف تنفذ على أرض الواقع. ده التحول الحقيقي ما هو تم عندما نقارن ما بين كوب 27 26 وكوب 27. النهاردة في وضوح رؤية واضح، نعم، في تقسيم واضح لإزاي يتم معالجة هذه الآثار الخطيرة للدول النامية وخصوصا الدول الأفريقية، وهي لها الأولوية لأنها هي الأكثر تضررا. احنا قلنا للمرة الألف أن الدول، نعم، وهذا حقيقة ثابتة أن الدول الإفريقية لا تساهم بأكثر من 1% من هذه التأثيرات، نعم، ولذلك كان هناك وضوح
في وانا اعتقد من قراءه البيان الاخير هنالك التزام من الدول الكبرى، معظم الدول الكبرى وكونها اول دوله كانت ملتزمه هي امريكا وغيرها من الدول الاخرى المساهمه والصين وخلافه، وان كان هنالك بعض التحفظات من دول نظر لاقتصاد هذه الدول، لكن اعتقد الكل هيلتزم. كيف تدعم الدول الصغرى من اجل الكوكب وليس من اجل فقط الدول الصغرى؟ لان التغير المناخي لا يضر فقط لا يضر موقع لا يضر دوله بعينها، على الكوكب الارض ككل. صحيح دكتور، يعني ايضا مصر استعدت لهذا الحدث يعني بكثير من الخطوات التنفيذيه والاجرائيه، وربما الخطوه الاهم والتي تحسب لمصر في ذلك هو اطلاق برنامج نوفي، والذي يضم على عدد من المشروعات الاستثماريه الخضراء المتاحه لمصر. وهذا البرنامج ربما اتى بثماره من خلال عدد من مذكرات التفاهم التي وقعت مع عدد من الاطراف المختلفه. يعني كيف ترى هذه الخطوه وأهمية يعني الاستعداد والإعداد لها ما قبل تنفيذ المؤتمر؟ أنا أرى أن هذه الخطوة غير مسبوقة قبل ذلك ولا في أي دولة. هذا التنظيم العظيم اللي تم من قبل الحكومة ومن ضمن الأطراف المجتمعية لهذا المؤتمر والتنظيم للإعداد والتنظيم إلى التوصيات وإلى مخرجات هذا المؤتمر هو اللي وصلنا لهذه المرحلة. التنظيم الرائع اللي تم في هذا المؤتمر هو اللي وصلنا النهاردة إلى شراكات حقيقية على أرض الواقع. احنا شهدنا بعيوننا كيف تمت هذه الشراكات ما بين الحكومات وما بين شركات متعدده الاجناس، وخصوصا في الوقود الاخضر في الهيدروجين. هذه الشركات لم تكن ولم يتحدث عنها قبل ذلك في 26 ولا سابق ذلك. نعم. واكثر من شركات على مستويات كثيره جدا، سواء على مدار على نظام التخفيف او على التكيف، وهو استنباط اصناف جديده من سواء من نباتات أو من حيوانات مقاومة للظروف المناخية القادمة. نعم. أيضا أشار الوزير سامح شكري إلى أنه منذ يعني إعلان أن الإمارات العربية المتحدة الدولة الشقيقة هي من فازت بتنظيم النسخة 28 من مؤتمر التغيرات المناخية، وأن هناك تنسيق ما بين الطرفين. هل هذا التنسيق سوف يؤدي إلى تعزيز وتعظيم الاستفادة من المكاسب التي خرجت بها مصر من تنظيمها للنسخة رقم 27؟ أنا بكل تأكيد أعتقد ذلك، لأنه طبعا مصر تعتبر هي دولة، هي قلب الدول العربية، والإمارات هي الدولة الشقيقة، يعني اللي ما يقدرش أحد يتكلم، لا أحد يمكن أن يتحدث في العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات. ولذلك أنا أعتقد هي سوف تبني المؤتمر القادم على ما وصلنا إليه في هذا المؤتمر. نعم. ولابد أن أشيد بالدور الهام جدا للسعودية في مؤتمر كوب 27، وكيف خرجت أيضا من خلال مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. نعم دكتور خالد القاضي، شكرا على هذه المداخلة.